السلام عليكم، عائلتنا زوينه كديري لاباس عليكم، جيناكم فيديو جديد ونهار جديد وحاجه جديده. المهم كلكم اخوتي بغيت تعرفوا شنو كاين اليوم، شنو كاين اليوم كما كتشوفوا الحيوط اخاوين، كتشوفوا داك الشيء زاوي، كتسمعوا الصوت ديالنا كيتعاود. انا وايا فايا غتقول لكم شنو كاين، انا ما قدتش نحرق لكم مراحل وما غنعرفش كيفاش نهضر باش نحرق لكم مراحل. غتجيو منيشان. اللهم ايا تهضر لكم على هذا الشيء. اليوم كاين واحد النهار اللي زوين، واحد النهار اللي سبيسيال، واحد النهار اللي كيكون مره واحده في العام، واحد النهار اللي كنفرحوا به حنا كاملين كبار وصغار، واحد النهار اللي اليوم بحال هذا النهار هذا بزاد هاد راس القرعه اللي جالس حدايا، واليوم راس الكورجيطه غادي تولي عنده 26 عام. الشرف صافي ولات عنده 26 عام وقررت انني ندير لي عيد ميلاد، واخا ما دارش لي عيد ميلاد انا غندير لي عيد ميلاد لثاني مره، درتو لي داك العام وغنعاود نديرو لي هذا العام. ف ما نحرقش لكم داكشي باش تشوفوا كلشي على عينيكم. صراحه انا عارف كلشي اخوتي، غتقولوا اوه كيفاش 26 عام الدري هذا قدو ولدي الصغير، كيفاش 26 عام؟ شحال واحد ما تصرتش ليه غير تلقاه ولاد 2007 2005 2004 كيكونوا كبار يقولوا اوه هذا كبر منا ما يمكنش. دابا شحال من واحد كنتلاقى مع الزنقه اخوتي كنلقاه كيبان كبر مني، يعني تلاقي ولا تقولوا اما كبر تقولوا فلان كبر من فلان، ولكن كنبان انا كبار منه. شحال من طبقه دابا كنت صغار منه ما اكبر منه، كنبان انا يعني في العمر ديالي كبير عليهم بزاف، واحد الدرجه ليا بزاف، ولكن هما الا جيتي تقارنهم يعني باش شوف العمر، جيتي تقارن يعني في الجسد وتقارن يعني الجسم ديالي مع الاخر غتقولوا الاخر تبارك الله خير الخميع على زبير، ولكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى خلقني بحال هكا وخلقني انني ولو العمر ديالي انه كبير وانا كنبان صغير. كنشكر الله سبحانه وتعالى، وكل واحد الهرمونات ديالو، كل واحد الدم ديالو. كما نور كما شفتوا دابا نور تبارك الله راه عندها عام وثلاث شهور وكتقوى انها صغير، وراه كتقولوا على عندها 6 شهور 7 شهور تقدر تكون خارجه ليا نور في النمو ديالها. وصراحة الحاجة الوحيدة اللي غنقول لكم في هذا الفيديو هذا كنشكركم على الفيديو اللي حطينا لكم بلبلتو، ضرب 32000 ديال النهار ديال ليفي 32000 في النهار، فكنشكركم بزاف. وصراحة حتى هذا الفيديو هذا غيكون زوين 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 بزاف بزاف بزاف، وانا عارفكم انكم غتلونسيو هذا الفيديو غتبارطاجيو، فما تنساوش ديروا لايك كومونتير تبارطاجيو تابونا مع صحابكم. المهم باش نقول لكم هذا الفيديو هذا نقدروا نديروا لكم جوج اجزاء، الجزء الاول ديال التحضيرات وداك الشيء، والجزء الثاني هو ديال لاني باش بان لك. المهم هاد الشيء قلت لكم ايا حنا غنديروا لكم فيديو واحد، غندير لكم انني غادي وغنمشي نتقدا وكدا وهادي مع عادي المهم الناس غيتفرجوا. المهم نكملوا باش تشوفوا وداك الشيء. غنمشي بزاف الحوايج، غنمشي للرباط، غنمشي انا وواحد الصديق ديالي غنمشيو للرباط غنجيبوا داك الشيء وتخربع هيا غتقضي امور هنا وغتشوفوا كل شيء على عينيكم. داك الشيء على قد الحال باش نقول لكم ما غنديروش شي حاجه اللي غنمشيو البحر باش نصنعوا شي حاجه ولا غنمشيو للقهوه، المهم داكشي على قد الحال. وانتم راكم راضين بينا، تحياتي لولاد الشعب وبنات الشعب، فبقاو مع الفيديو. ما تنساوش واخوتي، المهم رحبوا لي بعشيري، هو جا عندي العشير ديالي الله يحفظك ليا. نتمنى العقبال 100 عام و نشوفك ان شاء الله في حوايج ان شاء الله اكثر من هكا. 100 عام كاع انا غنعيش هاد 100 عام دابا تطلص عليا انت دابا. والله انا جاي يطلع عليا اخوتي هذا كيفاش 100 عام اصاحبي؟ الله واش انا نعيش 100 عام كنت طول لي 100 عام؟ عرفتي دابا راسي راه غفلني، انت قال لي الو عيد ميلادي قرب، انت قول لي لا عايش مزيان نمشي دورو قسمو هاد ما جبتش لك الكادو، ما جبتش لك الكادو والله ما جبتش لك. لا هانياتو هنا خوت، شوف انا بيناتنا شكا كاع ما صباك دوي معايا انا صباك دوي معايا اصاحبي. انت شو هات عيد ميلاد وبرقاك ناري اخويا، راه بنادم اصاحبي راه بزاف اصاحبي بنادم راه بزاف. المهم خوتي انا ويا ما بيناتناش انا خوتي كادوات وديك التخربع بحال ياتون، هذا عشيري هذا راه قالبي قالبي كلشي على قالبي اخوتي. المهم راه واحد عيد ميلاد غيطلع زوين غنديرو ليه قالبي غيطلع ديك الشيء زوين. المهم خوتي بقاو مع الفيديو تتشوفوا كلشي على عينيكم. اول حاجه البنات هي البوفي من عند اختي فاطمه الزهراء، غنمشيو دابا باش نشوفوها ونجيبوها معنا للدار. يلا ايوا البنات جات عندنا اختي فاطمه الزهراء والاخ الماسون جابوا لنا الماتيريال، فدابا البنات شوفوا اولا قبل ما نطلعوا هادشي كامل بالنسبه للبنات اللي عندهم انيف
بالنسبه للبنات اللي يلاه ولدوا اللي عندكم اي مناسبه كيما كانت كيما كانت، هي عيد الحب، هي هذا لانيفيرسير، هي الولاده، هي اي حاجه، انصحكم بهاد لاباج. علاش؟ اولا عندهم ماتيريال زوين، ثانيا عندهم سيرفيس واعر، ثالثا كيحترموا لي كليون، كيخدموا خدمه نقيه. سينو جاو عندنا حتى للدار، جابوا لنا الماتيريال وكل شيء. انا فاش غادي نطلعوا غادي نحط لكم بزاف ديال لي زانفورماسيون اخرين على الخدمه كيفاش كتكون، فاش غادي انستاليو لي داكشي، غادي تشوفوا الانستالاسيون كيفاش غادي تكون، كل شيء كيفاش داير. سينو بقاو مع الفيديو باش تشوفوا كل شيء لعينيكم. المهم البنات انتم شوفوا دابا شوفوا باش انهم غادي انستاليو لينا داكشي. المهم كما قلت لكم قبيله كبيدات، بالنسبه للبنات اللي عندهم زياده جديده ولا اي مناسبه كما كانت، اي مناسبه باش تعرفي الجنس ديال البيبي، واش بنت ولا والد، الولاده، اي حاجه اي حاجه، كيمشيو ميم حتى لي زوبيتو كيقادو فيهم داكشي ديال البيفي وداكشي. سينو عندهم خدمه واعره، البنات رائعه هائله، وكيرحبوا بالناس ديالهم مزيان، وكيتعاملوا مع الناس زوين. فانتوما كتشوفوا ديالهم كيفاش، وكترتق بالنفاخات. المهم كترتق بالنفاخات. انتوما كتشوفوا على عينيكم كيفاش غادي تقاد داكشي، مع غادي يكملوه غادي يقادوه، غادي نوريكم لي غازيلطا فينال ديالهم. كيما قلت لكم الكونت انستغرام غنحطو لكم هنا، والنمره ها هي هنا، اللي بغات شي حاجه تمشي تحيط لها وتهضر معاها وتواصل معاها. المهم عندهم خدمه رائعه والله البنات. البنات انتوما كيما كتشوفوا تبارك الله عليهم قادو النفاخات بواحد السهوله ما شاء الله. تشوفوا عندهم الحرفه الصراحه والله، داك الحرفه اللي عندهم ناضيه والله حتى ناضيه. شوفوا جا مع ربعة النفاخات في نفاخه واحده. المهم انتوما شوفوا داكشي رائع البنات، رائع 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 البنات. شوفوا هاد فاطمة الزهراء هادي رائعه يا البنات. المهم انتوما شوفوا كي داروا لهم. سي سفيان فرحان قول شكرا قدمتي لنا، اش قلتي؟ قال شكرا اخويا. المهم البنات بقاو مع الفيديو باش تشوفوا داكشي كي غادي يجي في الاخر، انا متاكده غادي يجي داكشي هائل. المهم بقاو معايا اخوتي. المهم غنمشي انا وواحد الصديقه ديالي هو هنا، غنمشيو عند المهم غنمشيو للرباط عند واحد السيده مضمون ديال اي الحلوه من عندها، غنمشيو ناخذو من عندها الحلوه. واش غنقول لكم بقاو مع الفيديو ما تزابيوش، غنشدو الطريق وبقاو مع الطريق حتى نوصل ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا اخوتي جينا للرباط ديور الجامع، السيده اللي عندها الحلوه هي هنا في هذه البلاصه، هذه غادي ندخلوا عندها غتعطينا الكوموند ديالنا، غنديو للدار حتى هو وغتشوفوا كل شيء على عينيكم. المهم دابا حنا وصلنا للبلاصه، وكما ما عرفناش ايموبل شنو هو هذه البلاصه ولا هذه البلاصه هذه. المهم حنا غادي نشوفوا وغنردوا عليكم بقاو مع الفيديو. المهم هذه هي البلاصه اخوتي، حنا غندخلوا ليها وغتشوفوا كل شيء على عينيكم. مرحبا بكم كامل، ندخلوا رقم الدار 11. المهم هنا غيبان لكم الظلام، ملي غنوصلو غتشوفو كلشي لعيب. المهم السلام عليكم خوتي، كما شفتو الكوموند خديناها، ها هي الحلوة اللهم بارك. كما كتشوفو شوفو معايا القدام، المهم الديكور ديالها زوين تبارك الله، في مقام زوينة ناضية، السيدة الله يعمرها دار كتقاد داكشي كونفيونس، يعني اي حاجه خديتو مع السيده كونفيونس، اي حاجه مهم كما ضمونديتو عليها كتخرج كما هي. المهم كنشكركم بالنسبه للبلاصه الفيديو. البلاصه فين كاينه؟ البلاصه فين كاينه؟ كاينه اخوتي في المهم ديور الجامع، اخوان ديور الجامع، تقول لهم مدرسه، ها هي مدرسه، ها هي ابتدائي قاضي عياط الابتدائيه، ها هي ايموبل، ايموبل هي هذه رقم 11، اللي بغا راه مرحبا، غنخليكم الرقم ديال الواتساب ديالها تما، واي واحد بغا ياخذ شي كوموند راه ياخذو من تمايا. ومرحبا بكم على راس العين، ان شاء الله فراسكم. قوم على الفيديو.
ايوا اخوتي المهم كتشوفوا مسكت عليكم الحاله ضربت عليكم القبيه نور سيد ضرب عليكم الحاله ضرب عليكم القبيه عند ميلاد ديال باها وفرحانه بيتها هي ياك نور باها باباك بوسي بابا بوسي بوسيني نور نور بوسيني بوسيني ها المهم كما كتشوفوا هابي هانتوما كتشوفوا الحلوه اللي ما بيناش لكم اخوتي تبارك الله خدينا مع هاد السيده اللي من القصر الكبير اخوتي حدا القصر ديال الملك ديال سيدنا نصره الله المهم كما كتشوفوا ها هي مكتوبه فيها السوفيات ديكور التواشا تنوريكم الحلوه الثانيه اخوتي ديك اللي كان اللي كنتو شفتو في المره الاولى ما بيناش لكم كامله المهم هادي تبارك الله بادية تبارك الله زوينه وهذا الشيء كتشوفوا فيه عاوتاني كذلك ما عند الناس اللي جابوا لنا التواشا هذا تبارك الله وجابوا لنا الباف وجابوا لنا بزاف د الحوايج فكنشكروهم بزاف كنشكروهم بزاف على الدرجه ليا بزاف فما نطولش عليكم بقاو مع الفيديو مرحبا بكم كاملين هي اللي دارت هادشي كامل على قبل اما انا ما كنتش
كنتش عارف هادشي كامل وما كنتش عارف انا اللي غندير هادشي هذا، فصراحة انا هي اللي دارت هادشي كامل فكنشكرها باش نبارك عليها. المهم بغيت نبوسك راسك وكنشكرك بزاف 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 بزاف، راك عزيزة وغالية وموت مناني وكنبغيك وكنموت عليك وما عمر شفت ولا شفت راسك كنتي معايا. واه كنصحك يا خوتي وانا بس زيدتها في خير تصات عليا تقولي لنا شنو. السلام عليكم، بغيت نقول لكم شكرا على لي لايك ديالكم وعلى لي جيم وبارطاج وداكشي كامل. عيد ميلاد سعيد راس طارو العقوي ان شاء الله. كل عام مستعد تقولي انت كل عام مزيد من التالق والعطاء ان شاء الله وصحه وسلامه وطول العمر وباش ما تمنيتي ولا لي خطيك مني يا عمر. المهم خوتي دايرين عيد ميلاد على قد الحال، حنا ماشي داكشي حاجه كبيره والحاضر معنا واحد السيد عزيز وغالي الصديق ديالي المقرب اويد معنا دابا مرحبا. السلام عليكم، تحية لكاع الناس وكاع الفان ديال سفيان وكاع اللي اللي كاين من العائلة ديال فرانك ديال سفيان فرانك ما عرفتش المايك راه ما عرفتش تجاهل. المهم كنقول لك سنة حلوة إن شاء الله عبر 100 عام ونشوفوك إن شاء الله ما حسنوا ديما نشوفوك ان شاء الله ديما الفور الفور وكنتسناو ندير العظمة نديرهم ان شاء الله غادي كل شيء احفلات كبار على هادي ندير ان شاء الله. وتحية خويا سفيان اعز صديق الله يحفظك يا خويا رياض وكنشكرك بزاف وكنشكرك على زيارة تيك توك تاعك مرحبا بهم كاملين وصراحة كنتسناو ندير كما قال لكم رياض نجمو كاملين باش حنا نشوفو واحد البلاد ان شاء الله يكون فيه ناس شباب ونديرو ان شاء الله يكون زوين 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 ان شاء الله. ونخليكم مع الموسيقى اخوتي عاود على الفيديو. هذا الشيء اللي كيديروا معايا فرقوا على الفيديو وما تزعطيوش.
فالبنات بالنسبه لهذه الحلوه هذه خديناها من عند كاطو ريش، واحد الدريه اللي ظريفه بزاف الصراحه، وكتعامل مع الناس ديالها بلطف وعندها داكشي واعر بزاف. شوفوا تبارك الله وصلاح نبيل حلوه كيفاش دايره، وفيها هاد لي ديطاي هادو اللي هنايا فريمون حلوه واعره واعره بزاف، عطات فيها وبدعات في انها دارتها وقادتها صراحه، برافو عليها. بالنسبه للناس اللي بغاو الحلاوي عندكم جوج ديال لي باج، كاينه هاد الباج وكاينه هاد الباج. المهم الحلوه اللي عجباتكم اي موديل كما كان، اي موديل كيف ما بغى يكون، كبير صغير، الحلاوي ديال العراسات، دوك الحلاوي الطوال، اي حاله. هاد البنات كيقادو داكشي خطير واعر. انا خلي لكم لي باج ديالهم بجوجات، غادي تلقاوهم هنايا، كنتمنى انكم تدخلوا عندها. الباج ديال هادي غتلقاو بوحديتها، الباج ديال هادي بوحديتها. فشكرا للناس اللي وقفوا معايا باش نقدر لانيفيرسير الواعر. شوفوا الديكوراسيون تبارك الله ما شاء الله، حتى هي راه حطات لكم النمره ديال السيده اللي جات تاكل لي لا ديكو. بالنسبه للحلاوي حتى هما راه حطات لكم، غنحط لكم النماري. فهذا الانيفيرسير خفيف ظريف، وغادي تسناو معنا الجزء الثاني اللي غادي نلوحوا لكم غدا ان شاء الله، هو ديال فاش غادي نفخ على الحلاوي وفاش غادي يقطع الكاطو ديالو مورا 12 ديال الليل. فكنتمنى تفاعلوا مع الفيديو باش نلوحوا لكم فيديو جديد. باي باي.